كورس جروب كوتشنج. ليه جروب كوتشنج؟ جروب كوتشنج بيبقى فيه أكتر من ميزة عن الوان تو وان سيشن في الكوتشنج. بيبقى فيه تعلم من شخصيتي أنا ومن تجاربي، وتعلم كمان من الآخرين، لأن كل الكوتشز عارفين إن في أي جلسة كوتشنج بيبقى في نهاية السيشن الكلاينت بتاعنا أو العميل بيتعلم حاجة عن نفسه، عن قدراته، عن إن إحنا نورنا له الطريق ده وقعدنا نسأل لغاية ما اكتشف. لكن في الجروب كوتشنج هو بيحس إنه مش لوحده، عنده تعلم عن نفسه وتعلم من كل تجارب الآخرين اللي معاه، فدي بتفرق. الحاجة التانية إنه مش لوحده. الحاجة الأخرى، في وضعنا الاقتصادي الجروب كوتشنج مهم، لأن العميل بيلاقي حل لمشاكله إنه بيدفع فلوس أقل وفي عدد ساعات بتبقى أقل. لو إحنا هنعمل جروب كوتشنج على سبيل المثال لحل موضوع معين لمدة 4 جلسات، فدي بتفرق مع العميل جدا، وأكيد طبعا بتبقى التكلفة الاقتصادية أكتر. الوقت ده وقت الجروب كوتشنج الناس بتحس إنها محتاجاه، أنت ككوتش بتحس إنك أنت ليك أكتر من دور، دورك ككوتش ودورك كمان كفاسيليتيتور أو ميسر لجلسة الجروب كوتشنج. في الكورس هنتعلم الكومبتنسز والجدارات اللي انا بستخدمها في الجروب كوتشنج، هنتعلم تولز وادوات جديده، هنتعلم ازاي نحضر قبل الجروب كوتشنج، ازاي نعمل حتى الاعلان بتاعه، واثناء الجلسات نعمل ايه ونتعامل ازاي، وفي نفس الوقت التول والادوات اللي بنستخدمها وايه اللي ممكن نديه للكلاينت كمان في بقى اثناء الجلسه وبعد الجلسه، وازاي نتابع معاهم وبنعرف ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش، والدنيا بتبقى معانا ماشيه ازاي، ايه المشاكل اللي ممكن نواجهها وازاي نتغلب عليها جوه جلسات الجروب كوتشنج. كورس ممتع جدا، تعالوا انضموا لينا عشان تستفيد من جروب كوتشنج.